اوباما جدد زي ما قلت لكم. نيجي لموضوع ويلتر بواليا. ويلتر بواليا يمكن دايما لما بنقول كلمه انفراد او بنتكلم على الاخبار اللي بنقولها في الانترو، لان الاخبار دي يعني ناس كتير بتشتغل عليها، يعني عندنا كتيبه اعداد بتشتغل ما شاء الله ما بيهرجوش، من اول ميدو الدرمالي، هواري، قلبه، شحاته، يعني ميرنا، حد يفكرني يا جماعه، ناصر، احمد ناصر طبعا، الاحصائيات كلها دي هو ملك الاحصائيات، عمر صبحي طبعا النجم الكبير، يعني الناس دي بتشتغل. فاحنا قلنا على ولتر بوالي هنا من تواريخ قديمه قوي، لان طلع طبعا كل الناس بتجتهد وكل الناس بتتكلم وكل الناس بتقول، بس حته انفراد وان انا انفردت بالتاريخ. طب نجيب التواريخ بتاعتنا بقى، في انفرادنا هنا في اللعيب باهتمام النادي الاهلي بولتر بواليا، لان هو ده كان البديل لسيرينو ولاباكوجو. وطبعا اعتقد العلاقه ما بين النادي الاهلي والجونه فيها مساحه كبيره جدا، ان ممكن جيرالدو يروح، ان ممكن ويلتر بواليا يجي، ان فيها حاجات كتير جدا ممكن تحصل. نشوف كده مع بعض يمكن التواريخ اللي احنا اتكلمنا فيها على ويلتر بواليا، لان انا سمعت تواريخ من يوم 20 ويوم 25 ويوم 27، احنا يوم واحد اهوت، كل سنه وانتم طيبين، احنا اتكلمنا على ويلتر بواليا قبل التواريخ دي كلها. اتفضل يا حسن. سيرينو ولاباكوجا وويلتر بواليا، هل ممكن اسم من الاسماء دي يكون موجود في النادي الاهلي لتدعيم النادي الاهلي قبل كاس العالم للانديه؟ والله بص، يعني برضو الواحد من خلال خبراته اللي اتعلمها جدا، يعني ان انت ممكن تحضر للمستقبل، لكن خليك في الواقع اللي انت فيه قوي، يعني اهتم كل اهتمامك. اللي انا اعرفه الوقت الحالي ان ما فيش لا قيد ولا دخول لعيبه ولا خروج لعيبه في الوقت الحالي، لان خلاص انت بتتكلم على سيستم مقفول في الوقت ده. خلينا نصبر دايما، والكره فيها المتغيرات. السيستم هيفتح بعد 15 يوم يا كابتن، مش مقفول قوي. ماشي وليكن، بس انت عندك في خلال ال 15 يوم دول، ال 15 يوم دول عندك 3 4 مباريات في منتهى الاهميه. أيوة. عندك المحل، وبعد كده مسافر للنيجر، وبعد كده هترجع على الزمالك، فعندك مباريات ما ينفعش ان انت تهتز فيها يعني. ايوه، فمهم جدا ان احنا نخش بالتركيز ده. لما هتيجي الموسم بتاع او الفتره او المرحله اللي ممكن يبقى فيها استعانه او مفاوضات ولا حاجه، بنقعد مع الجهاز الفني وناخد الخطوات الاساسيه والرئيسيه في التعامل في الامور اللي زي ديت، ونشوف راي الجهاز الفني وطلباته ايه. في اخبار عن النادي الاهلي والصفقه المحيره اللي محيره الناس كلها، سيرينو، لا لاباكوجا، لا ويلتر بواليا. عايز اقول لك ان سيرينو خارج حسابات النادي الاهلي. خلاص ما بيفكرش في سيرينو. لسببين، المغالاه الماليه بالنسبه لنادي سان داونز، وكمان في لجنه التخطيط في النادي الاهلي قالت ان اللاعب عمره 31 سنه، واحنا مش محتاجين لعيب جناح. احنا لا ابو حميد، ده كان في مفاوضات وخلاص وصلنا للجد، دلوقتي بقى عنده 31 سنه. لا ده مش مبررات. بص، ده راي احد اعضاء اللجنه الفنيه من البدايه، ولما الموضوع وصل انه 5 مليون دولار و3.5 مليون دولار بعد كده، فشافوا ان هم يقدروا يجيبوا راس حربه صريح بسعر اقل. عشان كده الاسماء بعد كده انحصرت لاباكوجا او ويلتر بواليا، اللي هو على فكره في شوط كبير اتقطع في المفاوضات مع نادي الجونه. ونادر الشوقي وكيل اللاعبين ورئيس المنظومه السابق في نادي الجونه بيقوم بدور وسيط في القصه دي، وقد تنتهي الصفقه خلال الايام المقبله. لا، والعلاقات كمان قويه ما بين الجونه والنادي الاهلي، اذا كان فرقه الجونه كلها من النادي الاهلي، فما يودوا ويلتر بواليا للنادي الاهلي ده شيء يعني شايفه بديهي وطبيعي. وعايز اقول لك ان نادي الجونه اول ما عرف ان النادي الاهلي دخل في مفاوضات مع اللاعب، مدد عقد اللاعب منذ ايام. ايوه، عشان يقدر يستفيد باقصى استفاده ماديه تعود عليه. يا ابو حميد، استفيد ايه؟ ده لعبت النادي الاهلي كلها في الجونه، يعني ده النادي الاهلي عامل مع الجونه، يعني ده هو النادي الثاني بتاعه يعني. طبعا النادي الاهلي ونادي الجونه بينهم شغل كبير جدا، وده باين في ثمان لعيبه السنه اللي فاتت. بس انت فاهم، لما بقى في نادي محتاج لاعب وخصوصا بمواصفات الزامبي ويلتر بواليا، فهو من حق الجونه ان هو يبحث عن اكثر استفاده ممكنه. طبعا 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 طبعا. طيب، يعني يوم 15 احنا اتكلمنا، يمكن انا اتكلمت في الانترو عن ويلتر بواليا وقلت ان هو النادي الاهلي مهتم بيه. طبعا ده كان اثناء مفاوضات نادي الاهلي مع سيرينو ولاباكوجا، او الكلام او جس النبض، سموها زي ما تسموها، ده من يوم 15. وطبعا عزيز كلامنا ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ احمد درويش، اللي اكد طبعا على
الكلام اللي قلناه يوم 15 مع كابتن سيد عبد الحفيظ وفي الانترو بتاعنا ان ويلتر بواليا خلاص قريب جدا مع النادي الاهلي، وده طبعا لان قيمه الفلوس بسيطه يعني مقارنه بسيرينو بلاباكوجيا، طبعا ممكن الدفع على اقساط يعني في علاقات، ممكن لعيب من الاهلي يروح في صفقه تبادليه لنادي الجونه، يعني الدنيا ما فيهاش اي مشكله ولا تعقيدات خالص ما بين نادي الاهلي و الجونه. ويلتر بواليا هيكلف الاهلي مليون و750 الف دولار، ده للجونه مليون. تخيل بقى ويلتر بواليا هداف وان شاء الله يعني، يعني دايما اللعيبه الافارقه لما بيكونوا في انديه بيروحوا لانديه كبيره يعني احنا متواسمين خير في ويلتر بواليا ان هو هيبقى حاجه كويسه جدا، هو هداف رائع وحاجه كده عظيمه. لكن يعني عندي مثال بيكا سونجو لما كان في الاتحاد مكسر الدنيا مكسر الدنيا وراح نادي الزمالك ما كانش على المستوى المطلوب. طيب يبقى مليون سبعمية وخمسين ألف دولار هيدفعهم الأهلي على دفعتين أو ثلاث دفعات على مدار الموسم اللي جاي. ويلتر بواليا نفسه هيحصل على مليون ونص دولار الثلاث سنين، مليون ونص دولار، ربعمية ألف دولار في الموسم الأول وخمسمية ألف دولار في الموسم الثاني وستمية ألف دولار في الموسم التالي، يعني يا بلاش. لو نجح طبعا ويلتر بواليا مع النادي الأهلي هتكون صفقة ناجحة وغير مكلفة لنادي الأهلي.